يلا تفضل تفضل معي على الحوش. خير خير. خذ هذا القلم. ايوه تفضل. يلا 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 على السريع على السريع على السريع. وين رايح وين رايح؟ هنا 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 عند العجله. لا على الجدار مين والناس نايمين. صراحه يا جماعه انا تعبت، كل يوم اخطط وافكر ايش اسوي لكم على الفطور. اليوم قلت دام عندنا العجله هذه الحلوه ليش هي ما تحدد فطورنا لليوم. الله عليك يا الله. إلين عبد الرحمن، اي اكل انت تتمنوه وبخاطركم فيه اكتبوه هنا على العجله، واحنا حنشوف ايش الاكل اللي راح تختاروا لنا وعلى اساسه حنسويه اليوم على الفطور. اوكي. وقبل ما نبدا الفيديو حابه اقول لكم اني قاعد اسوي لكم سحوبات كل اسبوع على جهاز ايفون، فاذا حابين تفوزوا بجهاز ايفون لا تنسوا تضيفوني على سناب شات. شروط المسابقه جدا سهله وراح تعرفوها في سناب. نبغى نفطر على الفطور. حلوه هذه. نفطر على الفطور. تاكوز. يلا عبد الرحمن سجل عندك. تاكوز. تاكوز. انا صراحه مشتهي اني اكل برجر. إلين انت ايش تبغي كمان؟ سمبوسه بالجبن. والله ان شاء الله تطلع سمبوسه. اسوي لكم بس سمبوسه. لحظه لحظه لحظه، اكتب كبسه. كبسه من جد. برياني برياني برياني. عندنا كمان مكبوس. انا عرفت. سمك. سمك. انا عرفت ايش ناكل كمان. بيتزا. دولمه العراقيه. خليك تبدع تلف طول اليوم. لو طلعت لي شوف انا اضمن لك، لو طلعت لي حنفطر على السحور. درجة دي يا ميرا. والله ترى ولا وقت. يلا لول ايش بالك كمان، ايش بالك؟ الدومي. ما عندها مشكلة تاكل الدومي كل يوم. طيب أميرة ايش بالك انت كمان؟ صينية الدجاج بالبطاطس الفرن. الله هذا كله اكتبه. اكتب صينية دجاج. تفكر ولا تحتار، اكتب طاجن. فاكر الطاجن اللي سويناه اللي بالزيتون؟ ايوه ايوه والله فنان. انا ان شاء الله يطلع لنا. باقي واحدة آخر شيء. انا ايش؟ خليني افكر. فكر يا لولي فكري فكري. ما في شيء. تعبت. نكتب براس براس خلاص. تعبت المخ يا لولي. براس ايش رايكم؟ براس. اي براس. اوكي صارت خلاص حق الجائزة. صار جائزة. الحين السؤال مين اللي راح يلف العجلة؟ انا انا. وبسم الله نبدا. يلا يا لولي نبغاك تلفي. تاكوس. يا تاكوس. يلا يلا لفي. يا رب يا رب ادري يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب بطاطس. هو في بطاطس. يا رب يا رب يلا يا رب يطلع براس. انا والله عجله ما شاء الله عليها والله قاعده تلف كثير. هو ما كان يدق على هذا. لا اوكي طيب يعني نزرها. يلا اوكي سلام سلام. يلا يا جماعه عشان خير صلحتها دوبني. يلا إلين لفي. واحد اثنين ثلاثه. يلا اثنين ثلاثه جو. ليش تلف العجله؟ اليوم الفطور ايش اسوي له؟ والله استخدم العجله واخلي كل واحد يدور العجله واللي يطلع له يطلع له. عشان ايش ما تقولوا لي ليش بتصير؟ اوكي موافقين موافقين. ليش ما سويتي له؟ اوكي موافقين بس يبغانا دحين اكلات ثانيه غير الطبق الرئيسي. ايه الحين لازم مقبلات. يلا عبد الرحمن اتحفني لو سمحت. اكتبي ايه؟ سمبوسه تبوله فتوش. السلطه الروسيه. اكتب لي تاكوس كمان. حكتبها مرتين عشان ايوه 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 بس بعدين عن بعض. اي والله صح. بطاطا مقلية صح. والله انا صادقة. راحت فتحت الدلاب وطلعت شوربة. اهم شيء الحين اكتب شوربة شوفان. شوربة عدس. ما شاء الله عليك. كروم محشي. كروم محشي اوكي. واخر شيء كتبنا ايش؟ مطبق. يلا مين حيلف؟ انا. يلا يلا خليها تلف. يلا بسرعة. واحد اثنين ثلاثة. يلا لفي. يا رب يا يا رب شو سهل. والله ما جيت اسمع طولت. شكله بكره حيخلص. سلا 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 حق. اوكي 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 اوكي. A few moments later. يوه يلا شو عندنا اخذها يلا. ما في وقت حيقلك. 2 hours later. Oh my god. حتى المغرب ولا لسه؟ لسه. 3 hours later.
وقفت. على فتوش على فتوش على فتوش. فتوش مين فتوش؟ عاد الفتوش من احلى السلطات عندي، الحمد لله ما جت السلطه الروسيه لان الفتوش احلى منها بكثير. وجاء دور الحلا دحين، انت حتلف يا اميره. خلينا اول شيء نقول لهم ايش الحلا. اي والله صح، نسيت اقول لكم. يلا عندنا ايس كريم فواكه، عندنا نوتيلا مع الفراوله، عندنا حلا بارد، عندنا باف بيستري، هذاك الحلا اللي دائما اسوي لكم اياه على السناب، مره لذيذ. لقيمات، كنافه، كرات الجبن، كريسبي ايس كريم، حلا البطاطس، حلا العيدان، كيك التمر. شوفوا يا جماعه، شوفوا الرسمه حق ايلين. ايلين قبل شويه تعورت وراحت ترسم هذه الرسمه، والله انها فنانه. الدموع هذه دموع والله، انهار هذه مو دموع. ايلين هذا اصبعها، قال لك اصبعها، قال لك مورة محمر. ايلين مره ثانيه تعورتي. يا اله الا الله، احنا وش نتلها. يلا يا جماعه الخير، تعالي انا وإلين راح ندور ونشوف ايش راح يطلع لنا في الحلا ان شاء الله. يا رب يطلع لنا حلا البطاطس يا رب. اي حلا البطاطس والله لذيذ، حتى لو ما طلع لنا حسوي، يعني حسوي والله انك كفو. يلا دوري، واحد اثنين ثلاثة. بسم الله بسم الله بسم الله. انا ماني يلا 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 حلا البطاطس. ايش هذا؟ بف بيستري. بف بيستري كيف هذه؟ حلوه هذه؟ هذه تاكلها دائما المثلثات المحشيه. قولي والله والله. واخيرا يا جماعه، عجله الحظ حددت فطورنا. طبعا الطبق الرئيسي راح يكون عندنا مجبوس الدياي. يا سلام. والمقبلات يا جماعه راح تكون سلطه الفتوش، والحلا هيكون بف بيستري. وبسم الله نبدا اول طبخه، والطبق الرئيسي اللي هو مجبوس دياي. يا الله عاد عشق مع الدقوس. اكيد انا هنا المكونات جاهزه معروفه، ما احتاج كلها، ترموها هنا في القدر ويصير مجبوس دياي. لا لا يا حبيبي ما حزرت. اول شيء عندنا الدجاج، عندنا الرز، بعدين عندنا بصل وثوم. هذه ما هي هذه يعني اضافه من راسك صح؟ هذه اضافه من راسي. لا هذه الكوتين، سمحت اخوان الكوتين، نحن اصحاب صح؟ هي صح انه مكتوب عليها خليط الكبسه بس قول لا واحد. بعدين عندنا هنا بهارات الصحيحة، وعندنا هيل وقرفة ماجي، وكمان هم يسووا شيء اسمه الحشوة. أنا عبد الرحمن ما نحب الحشوة، فدائما لما نسوي المجبوس دائما ما نحط الحشوة هذه. وبسم الله نبدأ، أول شيء ننزل الدجاجة. طبعا الدجاج غسلته الحين، نزلناه على هذا. طب دحين بسألك سؤال أميرة، في ناس كتير يقولوا لا تغسلوا الدجاج لا تغسلوا الدجاج، ما عرفنا مين الصح، نغسل الدجاج ولا ما نغسل الدجاج؟ والله ما عرفت صراحة، أنا بنفسي في ناس يقولوا لازم. في ناس يقولوا لازم تغسلوا الدجاج، وفي ناس يقولوا لا لأن لو غسلتوه راح تنشروا البكتيريا على المغسلة وعلى البزبوز وعلى كل مكان. ايه فيقولوا انه لا تغسلوا، اصلا البكتيريا تموت مع الحرارة. الحين راح نحط البهارات الصحيحة، وكمان راح نحط البصل زي كذا، وراح نخليه لمدة ولد 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 راح نخليه يغلي لمدة تقريبا نص ساعة. والحين على بال ما يستوي عندنا الدجاج، لأنه راح نحتاج المرقة هذه عشان نطبخ فيها الرز. أول شيء إيش راح نسوي؟ للرز راح نحتاج بصلتين كبار، وراح نحمرهم على الزيت. الحين راح نحط الثوم، وراح نحط هيل كذا. طبعا هم كمان يحطوا شيء اسمه نخه. نخه ايش اللي نخه؟ نخه اتوقع انه حمص، بس احنا حنسويها بطريقتنا يا جماعه، لانه هذه ما صار مجبوس هذه اذا تسويها بطريقتك. معليش والله لازم تسويها بطريقتك. لا بس السنه اللي فاتت واللي قبلها سويناه، فاكر وعدتني تاخذني الكويت، والى اليوم ما اخذتني الكويت. الو حطيت كمان قرفه، وراح احط نص حبه ماجي او حتى ربع ممكن نقول. سامعين 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 الغشاشه؟ قاعد تصش احلى الفتوش اساسي على صح. احلى الفتوش اساسي ايوه. طب عادي اتعلم كيف الطريقه الاصليه، ما اسوي فتوش من راسي صح ولا لا؟ يعني لا لا صح صح. يعني يكفي انه للاسف رحنا السوبر ماركت وما لقينا عندهم شيء اسمه بقله، وهي شيء اساسي في الفتوش، بس للاسف ما لقينا. جهزت المكونات ما شاء الله. جهزت عندنا خس. بالعافيه عليك. بالعافيه يا ليد. عندنا خس، وراح نحتاج خيار وطماطم وفجل ونعناع وبقدونس، وكمان ممكن تحطوا رمان. سرقة قاعدة تصير. بالعافية بالعافية. وكمان للصوص راح نحتاج دبس رمان، راح نحتاج ملح، ثوم، نعناع جاف، سماق، وليمون. عاد لا وصيكي في دبس الرمان يا ميرا. ايك وحلاوتك حلاوتك تدري قد ما تقدري دبس الرمان. يلا تعالوا سمحتوا. فلسف شوية ونحط عليها تمر هندي. انا يقول انه كافي الفلسفه اللي صارت في المجبوس، خلينا على الاقل نسوي التبولة على طريقتها. اول شيء اسمها فتوش مو تبولة.
فتوش قالوا لي انه لازم يكون قطع خشنه، يعني مو قطع ناعمه، فحاول يعني تفرمه كذا. انا ايش اسوي فيها دي؟ افرم الخيار يعني كذا بعد كذا. يعني اطحنها؟ اي اطحنها اطحنها. يبان؟ مع السلامة. شكرا على المساعدة. قولي لي يعني قطعة صغيرة، قولي لي ايش؟ ايوه قطعة عادي، قطعة عادية. اوكي اوكي، دحين اضبطك بأحلى تقطيع. والله قاعدة تراقبني يا جماعة. لا تطلي فيا ابدا ولا تركزي معايا، اوكي؟ انت بس خليكي في شغلك لو سمحتي. يلا اوكي. اوكي. قطعنا كل الخضار، الحين راح نحط كمان الفجل، وفي ناس يحطوا لها الرمان بس للاسف ما لقينا. اي والله صح ما لقينا. راح نحط كمان بقدونس. بقدونس ايش تبغى تقولي؟ بقدونس وايش؟ بقدونس ونعناع. الله شوفوا يا جماعة، الدجاج سلقناه وحطيناه الحين بالصحن هذا، راح ندهن عليه الحين صلصة الطماطم وهذه الأشياء. طبعا المرق اللي نسلق فيه الدجاج راح نصفيه ونحطه على الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. أساعدك أساعدك؟ أحط هذه إيوه كذا أمسكها. أوكي. شايف؟ الحين الرز راح يكون على كيف كيفك، لأنه راح ينسلق بموية الدجاج هذه. عشان ندهن الدجاج راح نحط صلصة طماطم، وراح نحط عليه زيت نباتي، وكمان راح نحط عليه ملح، كمان شوية راح أضيف له من معجون الكبسة هذا، راح أضيف بس كذا نص ملعقة عشان يعطي طعم. راح نخلط كل شيء ونجهز دجاجاتنا وراح ندهنهم بهذا الخليط اللي سويناه. وبما إنه عجلة الحظ اختارت لنا الحلى يكون بف بيستري، يا زين الحلى هذا يا زين والله. صار لنا سويناه ثلاثة أو أربع مرات من يوم ما والله لو نسويه كل يوم ما حشبع منه. مرة لذيذ. طبعا المكونات يا جماعة راح تحتاجوا بف بيستري يكون بهذا الشكل زي كذا مربعات. مرة طريقتها سهلة، رجوكم ضيوف كذا فجأة وما انتم عارفين ايش تعطيهم حلا، سووا لهم هذا مرة. حتى انا اللي ما اعرف اطبخ اقدر اسويها. تعال على المطبخ، تعال على المطبخ جيبها. يلا تفضل. لا وين رايح؟ وين رايح؟ تعال يا أميرة، أنا من يدك أحلى. أي صح، من يدك أطعم. تعرف يعني أنا يدي كده مالحة، فعشان كده ما حتضبط معايا. علينا بس. أيوة يا جماعة، للكريمة راح نحتاج حليب محلى مكثف، هذه إضافة راح نسويها لأول مرة. إي 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 إي. واحدة من متابعات السناب. أميرة شافت إيه إيه. لا واحدة من متابعات السناب قالت لي أضيفيها فنشوف. جبنا قشطة حليب محلى مكثف، وعشان التزيين راح نحط شرائح اللوز. طبعًا تأخذوا البوب بيستري ويكون شكله مربع زي كذا، وبعدين تجيبوا السكين وتقطعوها بهذا الشكل بحيث إنه يطلع معاكم شكل إيه؟ مثلث. مثلث، وراح نحطها عندنا على ورق الزبدة عشان ندخلها الفرن. والله يا جماعة انشغلنا بالطبيخ، كانت حتنحرق علينا. كنت اشغل غاز هنا بعدين شميت ريحة وتذكرت. والله هذه لازم ما تقبلوا عنها ولا ثانية. والله شغلوا النار اللي فوق. اي والله من جد، بس الحمد لله الحمد لله لحقنا عليها. تعالوا يا حلوين الحين نحشيكم وتتربربوا معانا. وجاء الحين وقت الدقوس. يا سلام. اول شيء نجيب ثوم، راح نحط عليه صلصة طماطم، وراح نحط عليه طماطم. هنا هرست الطماطم فرمته كويس كذا. بس خلاص كده؟ خلاص الحين راح نخليها تتسبك كده على نار مرة هذه تقريبا لمدة 10 دقائق لين ما تصير ثقيلة. يا جماعة جبت العيد، حطيت هذا حق الفرن على هذه واحترقت. تخيلوا ما ادري كيف حنحشي دحين. مو انا هذه الوحيدة اللي عندي اللي احط فيها الكريمة واحشي فيها البان بيستري الحين. عندي الحل يا جماعة. والله شوفوا ايش سويت. اختراع والله، لازم الواحد يدبر نفسه. جبت كيس وظبطتها.
شايفين أوكي. الصوص اللي سويناه الحين راح نوزع على الدجاج زي كذا عشان يتحمر ويتقمر معانا، راح نحطه بالفرن ونخليه تقريبا ربع ساعة يتحمر. يلا يا دجاجاتنا روحوا تحمروا وتقمروا ان شاء الله ما تحرقوا علينا. اي والله. شوفي يا أميرة عشان تعرف انه كل شيء حل، ظبطت لك اياه، حطيت لك كيس كطبقة عازلة ايه عشان ما ينزل الكريمة من هنا من الفتحات. اوكي يلا خلينا نجرب، خلينا نجرب ظبطت الكريمة اول شيء. بسم الله ناخذ البف بيستري زي كذا شايفين، وفي النص في حتلاقوا كذا في المثلث تدخلوا هذا القمع وتنزلوا الكريمه اللي سويتوها جوا. طبعا ما في اي طريقه ثانيه عشان كذا لما انحرق انا قلت بحيث ناكل هذا اليوم، لانه ما في اي طريقه ثانيه تحطوا الكريمه جوا، احس انه بالملعقه بس ما حيزبط. بس انا شايفها مصفره عشان سوينا لها كريم كراميل، صح ولا لا؟ ايه اذا ما طلعت حلوه اللي كتبتي لي هذه الاضافه. يا ويلك يا ويلك والله خربتي لي الاكله. اوكي بعد ما جهزتها اميره كذا وحشتها نغمس في اللوز. شايفين هذه الاضافه راح تعطيها لذاذه مو طبيعيه. والحين راح نتبل السلطه، طبعا هذه خلوها اخر خطوه عشان ما تذبل السلطه معاكم. طبعا انا قعدت اقول اميره بعد ما سوت الصوص ليش ما حطيتيها، ليش ما حطيتيها؟ قالت لي في النهايه ايش بك انت متى راضي تستوعب هذه، عشان ما تصير بعدين تعرف الطماطم وهذا الاشياء تطلع مويه فتصير كلها سلطه مويه. فالحين خلاص بما انه راح نفطر حطينا التتبيله الرائعه والحين راح نخلط. ايش بك والله ريحه مطاعم يا عبد الرحمن، تعرف ايش راح ببالي؟ راح ببالي انك سويتي كذا ماسكه اصبعك تعورتي. لا تعال شوف المنظر، شوف المنظر الجميل. يا سلام شكله تشهي. وهذا التقوس صار جاهز، بس حسيت صحن كبير ولا كويس كذا؟ لا لا عادي والله انه كبير شويه. والله ريحته تجنن عبد الرحمن، اوه من زمان ما سويته والله نسيته انا. والدجاج كمان صار عندنا يا جاهز. يا سلام دجاجاتنا صاروا جاهزين ومتقمرين، الله انا احبهم كذا. كل ما زودت التقمير يعني هو مو حرق هو تقميره. وهذا الرز صار جاهز عندنا. يلا يلا اقلبي. بسم الله. لا ما تقلب هذه، هذه مو مقلوبه. هذه نحط الرز كذا. الله الله الريحه تشهي. كيف يا لولي؟ سفرتنا الرمضانية صارت جاهزة، والله أميرة حلو كذا. قصدك السفرة اللي اختارتها العجلة؟ أي والله صح، اسمعي. العجلة اختارت لنا طبعاً مجبوس الدياي والفتوش ولا والله فنانة. أيوه والله فنانة، مو كذا بس يعني حلو، أحس إنه حيتأكل يعني ما حيصير فيه تبذير. أي يعني حتى لو زاد حنقدر ناكله في السحور، صح ولا لا؟ لا وكذا تمام يعني أحس إنه الكمية مناسبة. يس. يلا يا أميرة إيه؟ نشبه حق ريلك؟ يلا يلا يلا، ها تفضل. بسم الله الرز هذا. يعطيك العافية، وين الدقوس؟ دقوس وهذا المعبوش وهذا الدياي. يا سلام احط لك دقوس. الله يسلمك والله، حط لي دقوس لازم لازم. يلا بسم الله يا جماعه الخير خلونا ندوق. والله يا اميره الدجاج مظبوط مظبوط، اخذنا الرز مع الدقوس وبسم الله. كيف كم من 10 على السريع؟ وين رايح؟ مليون مليون. حرام عليك والله. ايش؟ والله المفروض دائما تطبخين. اي والله اني انساها بس والله. والله حرام عليك، والله حرام، هذا ظلم والله. اقسم بالله فنانة والله. يلا لولي جربي. لولي ليش بودك نص عمرك؟ عشرة الحظ. كمان. شكرا انك ذكرتيني في الاكلة هذه، والله انا كنت ناسيت يا جماعة اخر مرة سويناها رمضان اللي فات تخيلوا. لا وظبطته صح ما شاء الله. بالعافية، يلا لولي جربي. أجمان دوك هذا معاه. لا مو سبايسي دكتو معايا. يلا يلا انا قطعت الدجاج الين، يلا الين جربي قولي لنا ايش رايك. لا دوقي يلا نوري قولي لنا ايش رايك. ما باكل مع الملعقه يلا عشان تعرف ان بنت عربيه، ابغى اكل باليد. ولد ولد ولد. يلا يلا كولي باليد، يلا كولي بالعافيه عليك. يلا تعلمك ولد ولد ولد. كيف يا لولي؟ لذيذ؟ والله لذيذ، الله يعطيك العافية. بالعافية، خلوني أنا أجرب، والله اشتهيت كذا قاعدين ياكلوا أتمرد فيهم. أوه مع الدقوس، بسم الله. ماما كيف بس؟ أوه ماي جاد. والله مظبوط 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 مليون. واو يجنن عبد الرحمن. الله يعطيك العافية والله. كثير منه. عجبك؟
والله ريال عجبه الدقوس. خدي بالعافيه عليكي. كاننا سحبنا على الفتوش. فتوش هاي نحن هنا. هاي هنا بس حناكلك الحين شويه بس خلينا نقضي شويه على الدجاج بعدين نتلذذ على المجبوس اللذيذ. والله ظابط الرز كذا فيه نكهه بهارات. اي والله صدقتي صراحه من احلى الاكلات الكويتيه. الناس تبدا بالفتوش وبعدين بالله تطهمجنا طهمجه. اكل اكل من زمان ما اكلت كذا. والله ما ادري ليش الرز صراحه الرز واللحم ورز الدجاج كذا تحس انك تفتري فيه بكل اريحيه. يعني في رمضان ما حد يسوي احس. والله جاء وقت الفتوش حق أميرة. يلا يلا بسم الله دوقي. قولي لنا تقييمك له بكل أمانة ومصداقية. صراحة دكتور المطاعم أحلى. تعجبني يعجبني الإنسان الصريح. دوقي الفتوش حق أميرة من يدي. أوه أنت لسوي الخبز اللي جوا اللي فوق. والله أنا فاكره ترى المقرمش. بس قلت خليها خلاص مسكينة وأنا تعبانة. خلاص خلاص عادي بدونه أحس أحلى. بسم الله الرحمن الرحيم. والله لذيذ. لا تحاول. والله انه لذيذ. لا والله لذيذ. والله لذيذ. بس ما كنت في المطاعم اهلا. المطاعم هم محترفين يسووه كل يوم. انا وين وين اسوي. بقول لك ايش اللي ما عجبني فيه بكل امانه. تفضل. ما عجبني فيه النعناع. انا ما احب النعناع. اميرة تحب النعناع مرة. اوه ماي جاد. اقسم بالله شوف خلصت نصها. الفتوش طلع جواته ايش؟ فلفل اخضر حار. في واحدة فلفل اخضر بعدين اقول له ايش انت حاطة فيه فلفل اخضر؟ قلت لي لا ما في فلفل اخضر. اطول كذا اقلب احصل هذه جوا. طبعا لانه غسلنا الخس وفلفل اخضر حار والطماطم غسلناهم وسوينا لهم حمام مائي فشكله واحدة من الفلافل الحارة دخلت جوة الخس وانا قطعت بدون ما انتبه. اوف اقسم بالله حار حار. احيانا يكون فلافل حارة مو مرة حارة بس هذه مرة حارة. وجا وقت الحار. يا سلام. انا بتحس بسم الله على اساس انك شبعانه. اقول لكل الفتوش تقولي لا يا ماما انا شبعانه. شوفي بنعمل ليه سوت كذا يعني مره طعمه اكيد. والله مو طعمه هو اللي بعده. ما شاء الله. لا احسن من اللي بعده احسن. يلا لحظه صمت عشان يسمعوا صوت القرمشه. الله الله الله. والله مرة طعمة صراحة. اليوم توفقنا في الفطور عدا الفتوش صراحة. يا جماعة اسمع قصدك اللي حط له فلفل اخضر. والله كمان طلع لي فلفل اخضر عدمني. والله هذا سويتك مقلب بدون ما اقصد. لا والله هو دخل جوته الخس. والله شوفوا يا جماعة شايفين. يا سلام يا سلام. الحلا هذه يفوز 10 من 10 1000 من 10 مليون من مليون. اميره بقول لك حاجه. وينك؟ بما انه عجله الحظ اليوم ساعدتك في الاختيار ايش رايك نخلي عجله الحظ كمان تحدد اذا ما كنت حساعدك اليوم في التنظيف ولا لا؟ لا يا شيخ. ايوه احنا تساعدنا وتختارنا فطور ما قلنا لا 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 لا. امسك امسك شوفي عجله. امسك لا يا شيخ. أساعد أميرة مرة واحدة و11 مرة أنا. يلا يلا بسرعة. يلا حطيه هنا خلينا نشوف الحظ. لولي الله يخليك ضبطيني. يلا بسم الله. كفو استولوا عليه انتوا الاثنين. والله اللي حلفها.